نفس السياق برضو كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وشركة الأهلي لكرة القدم دعا لاجتماع طارئ يوم الحد الجاي إن شاء الله لمناقشة موقف الأهلي من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب غير محايد. جاء تحديد موعد الاجتماع لحين الانتهاء أو انتهاء الفرق الأربعة اللي بتتنافس في إياب الدور قبل النهائي للبطولة، يعني ينتهوا كلهم يعني من كل ماتشاتهم بالكامل وتحديد طرفي المباراة النهائية بشكل رسمي. كلف الكابتن محمود الخطيب الشؤون القانونية بالنادي بدراسة الملف بالكامل شاملا لوائح فيفا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم وتقديم تقرير لمجلس الإدارة في اجتماعه المشار إليه تمهيدا لاتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الفنية وأيضا الأدبية. تمام.